عيد الصداقة؟ اي نعم، كنا بالاول نعملوا الشرقي، بقى ناس تجي وناس ما تجي، شنو على هو ما يبين معهم الأمر، إمنا صرنا نعمله هلا الغربي. وبيحكوا بكرة الساعة 12 ظهرا. ظهرا؟ ايه، بس انا بعمري ما سمعت عن شيء اسمه عيد الصداقة. هو هذا عمو عيد خصوصي يعني، بس انا وابو عنتر وتحسين. اها، هذا الصديق اللي شهد ضدك زور بذاته. شو فايدة عيد الصداقة مع صديق عدو؟ عمو نحن مسمينه عيد الصداقة مو الصديق، يعني حتى لو الصديق خان الصداقة موجودة، يعني بدك تقول مثل مسألة حقوق الإنسان، ما في حقوق إنسان بس في اتفاقية لحقوق الإنسان. لك في وجهة نظر، مو هيك؟ بقى الله يرضى عليك عمو، بدك تشرفني بكرة على الغداء، شني كمان عزمت أمل وحسنة. شو؟ شايف الأمور عم تتطور بسرعة نحو الأحسن. يعني عمو هذا أول منعطف تاريخي مننعطفه بسرعة. وإمتى الدعوة؟ وين؟ بكرة بإذن الله بعد العيد الساعة 1:05. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.